وحول استمرار الصراع بين الصدر والإطار التنسيقي في ظل حديث مجلة فورين أفيرز عن أن الصدر سيعمل على تكريس نظام المحاصصة، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل. حياكم الله أستاذ بهاء. حبيبي أهلا وسهلا. حياكم الله أستاذ بهاء. يعني في ظل تباين المواقف بين الصدر والإطار التنسيقي وتمسك الإطار بترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء أو حتى البحث عن بديل كما يقال اليوم، ألا ترى أن الإطار يريد العودة إلى المربع الأول؟ نعم، تحياتي لحضرتك وإلى مشاهدي قناة رافدين. أوجه الصراع الدائر الآن بين الكتل السياسية تأخذ كثير من المنحنيات، هنالك صراع سياسي، هنالك صراع عقائدي، هنالك صراع للسيطرة على الحوزة الدينية، يعني ممكن أن نسميه صراع ديني. لذلك ما يفعله الإطار التنسيقي الآن هي محاولة لدفع التيار الصدري إلى حافة الهاوية. هنالك رغبة من الإطار التنسيقي بنفاذ صبر التيار، يعني صبر التيار الصدري عليه على الإطار التنسيقي، يعني هو يحاول دفعه بشتى الطرق نحو الخطأ، وبالتالي وضع أمام الرأي العام العالمي والمحلي بموقف محرج. هذا ما يفكر فيه الإطار، وهو ما اعتمده منذ البداية، يعني منذ بداية هذه الأزمة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات وحتى الآن. اقترف التيار الصدري العديد من الأخطاء، ومنها مثلا اقتحام البرلمان، ومنها التظاهرات التي حصلت أمام مجلس القضاء الأعلى واللي بموجبها قرر فائق الزيدان تعطيل عمل القضاء إلى أن يتم انسحاب المتظاهرين. هذه كلها أخطاء تسجل على مقتدى الصدر وتياره، بالتالي هم يحاولون بالإصرار على محمد الشيع السوداني أيضا دفع الصدر إلى حافة الهاوية لزيادة عدد أخطائه، وبالتالي انسحاب أتباعه عنه وابتعادهم عنه من الصراع السياسي الدائر الآن. نعم، إلى أي مدى ترى أنه يعني الإطار التنسيقي نجح في هذه الاستراتيجية التي ذكرتها؟ هو حتى الآن هو ناجح، لأنه المقتدى الصدر أخطأ 3 أخطاء استراتيجية حقيقة نقدر نقول عليها أخطاء ممكن أن تدمر كل مستقبله إذا كان يفكر في مستقبل العملية السياسية. يعني مثلا انسحابه من البرلمان، انسحاب التيار الصدري كان أكبر خطأ استراتيجي وقع فيه، ونتيجة لضغط الإطار التنسيقي لكل المحاولات اللي حاول أن يسويها من أجل تشكيل حكومة أغلبية اللي كان يريدها، لكن هم دفعوه إلى مرحلة وصلوا إلى الانسحاب من البرلمان، وبالتالي هو دفع ثمن هذا الانسحاب من خلال فقدان يعني أحد أهم أسلحته في مواجهة خصومه. يعني هو كان يمتلك المقاعد البرلمانية كسلاح داخل الحكومة، وكان يمتلك الشارع الصدري كسلاح خارج الحكومة، لكن هم دفعوه للتخلي عن أهم سلاح اللي هو المقاعد النيابية 73 اللي هي أكبر كتلة داخل البرلمان بعدد المقاعد، وبالتالي وجد نفسه وحيدا في الشارع بعد أن حاول استمالة الأغلبية الصامتة من الشعب وحاول استمالة ثوار تشرين، وهو لم ينجح لا في هذا ولا في هذا، وبالتالي أصبح يواجه الإطار التنسيقي وميليشيات إيران لوحده. لذلك فضل أن يتراجع لإعادة تنظيم صفوفه وحساباته من أجل الخطوة القادمة. نعم، من أجل الخطوة القادمة. الآن يعني في حال تخلي الإطار التنسيقي عن محمد شياع السوداني كخيار في رئاسة الوزراء، ما هي خيارات الصدر؟ هو في الحقيقة يعني كشخص محمد الشيع السوداني صح هو يمثل المالكي، لكن التيار الصدري ومقتدى الصدر ما عنده اعتراض شخصي على محمد الشيع السوداني. الاعتراض هو أن يتحول الإطار التنسيقي إلى الكتلة الأكبر داخل البرلمان، وهذا طبعا هو اللي منحهم هو يعني منح الفرصه للاطار التنسيقي بهذه بانسحابه من البرلمان، لكن هو كان يعول على باقي الكتل اللي كانت متحالفه معه في انقاذ وطن، يعني يعول على الديمقراطي ويعول على السياده، لكن التغريده الاخيره اللي طلب من عندهم من السياده ومن الديمقراطي الانسحاب من العمليه السياسيه ورفضهم للانسحاب حتى لا يخطئوا نفس الخطا اللي اخطاه هو وتياره، جعل موضوع تفكك تحالف انقاذ وطن قاب قوسين او ادنى. لذلك الخطوه المقبله هي غير معلومه حتى الان، يعني
لا يمكن التكهن بما يمكن أن يحصل، خصوصا مع هذه الكتل البشرية التي دخلت مع الزيارة الأربعينية، الكتل الإيرانية من عناصر من الحرس الثوري والاطلاعات والاستخبارات الإيرانية الباستيج، كل هؤلاء اللي دخلوا هي محاولة للسيطرة على الشارع العراقي تحسبا من أي رد فعل لمقتدى الصدر. يعني ترى هناك ربطا بين دخول هذه يعني الموجات التي ذكرتها الإيرانيين بما يحدث في العراق سياسيا؟ أكيد طبعا، أكيد دائما المناسبات الدينية يتم استغلالها سياسيا. يعني هي صارت مثلا في الانتخابات الماضية، الانتخابات 2021 كان المقرر أن تجرى الانتخابات يوم 6/6/2021، لكن لأنه كانت هنالك أكو زيارة دينية في شهر محرم وكان يصادف ما قبل الانتخابات بفترة قليلة، لذلك هم ارتأوا تأجيل الانتخابات إلى ما بعد الزيارة في تلك الفترة وأجلوها إلى 10/10 حتى يتم استغلال الزيارة في تلك الفترة لأغراض انتخابية، وفعلا هذا ما حصل، وتمكن التيار الصدري من كسب الكثير من المقاعد بسبب شحن الجماهير للمشاركة في الانتخابات التي شاركت في الزيارة. يعني هم يستخدمون دائما هذه المناسبات الدينية. إيران الآن بهذا العدد الكبير والطريقة اللي يدخلون بها وأيضا عثور القوات الأمنية على العديد من المسلحين اللي دخلوا للعراق وأعلنوا عنهم يحملون أسلحة ويحملون كواتم. يعني هنا نتحدث عن إيرانيين. نعم نعم، نحن نتحدث عن إيرانيين ذكرتهم القوات الأمنية وتم إلقاء القبض عليهم على الحدود محملين بأسلحة وواقيات ضد الرصاص وذخيرة. يعني هؤلاء تحشدهم إيران لدعم الإطار التنسيقي في ما لو حصل اشتباك كما حصل في المنطقة الخضراء قبل شهر تقريبا. نعم، بحسب مجلة فورين أفيرز الأمريكية فإن الصدر سيعمل على تكريس نظام تقاسم السلطة الطائفي أو المحاصصة بمعنى آخر. يعني هل يبدو هذا هو الحل الذي يمكن أن يرضي الصدر برأيك؟ هي حتى حكومة الأغلبية كما كان يسميها هي ليست حكومة أغلبية، يعني ليست الكتلة الأكبر هي من ستشكل لوحدها الحكومة، كان هنالك تحالف ما بين السيادة وما بين الديمقراطي، وبالتالي سيتم توزيع المناصب حسب هاي الحكومة اللي سماها أغلبية، سيتم توزيعها بنظام المحاصصة مع الكتل اللي اشتركت معها في نفس التحالف، لذلك هي لا يمكن تسميتها بحكومة أغلبية كما كان يشاع عنها أو يقال عنها. لذلك ما يريده حاليا هو أن يبعد قدر الإمكان الميليشيات الموالية لإيران، لأنه هي الوحيدة اللي مختلفة معها عقائديا. يعني رغبة التيار الصدري أو مقتدى الصدر في أخذ دور المرجع علي السيستاني أو ما بعد علي السيستاني قد يعارضه، الوحيد الذي قد يقف في وجهه هي الميليشيات الموالية للولي الفقيه في إيران. لذلك هو حرب الأساسية وسيطرته داخل يعني العملية السياسية هي حرب ضد الميليشيات الموالية لإيران لكي يعني يخلو الجو أمامه من أجل أن يكون هو الحاكم الأوحد للعراق كما يفعل الآن خامنئي. نعم، فيما لو صحت توقعات المجلة وقبل فعلا الصدر بالمحاصصة، هل سيتوقف برأيك الصدر عن المطالبة بانتخابات جديدة وتعديل القانون الناظم لها؟ أولا هو القانون الانتخابي، هذا هو ما يريد الصدر. يعني هذا القانون الانتخابي اللي موجود الآن واللي أجرت عليه انتخابات عام 2021 وضع من أجل يعني التيار الصدري، هذا أمر منتهين منه. المشكلة ليست في الإطار التنسيقي بأكمل، الإطار التنسيقي يحوي على قوى منذ البداية منذ إعلان النتائج حاول مقتدى الصدر استمالتهم وإدخالهم إلى تحالف إنقاذ وطن، ومنهم كتلة النصر بقيادة حيدر العبادي وأيضا كتلة الحكيم، أيضا حاول وأرسل لهم مبعوثين من أجل التفاوض معهم، لكن هم فضلوا البقاء مع الإطار التنسيقي أو تحت مظلة الإطار التنسيقي. مشكلة مقتدى الصدر هي مع الميليشيات المسلحة اللي حاليا يقودها المالكي بصورة شخصية. يعني المالكي الآن هو وحد الميليشيات المنتمية لإيران أو الموالية لإيران من أجل مواجهة التيار الصدري، لكن باقي القوى السياسية والمستقلين الذين لا يمتلكون ميليشيات
لا توجد بينهم وبين مقتدى الصدر أي خلافات، يعني حتى وإن ظاهرا بينت أن هنالك أكو خلافات لكن ليست خلافات عميقة ويمكن تجاوزها بجلسة مفاوضات صغيرة. لكن هو مثل ما قلت لك هو مشكلته الأساسية مع القوى الموالية لإيران، لأن هي اللي تقف أمام طموحاته وما يريده داخل العراق. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، شكرا جزيلا لك.